بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: لابد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت افتراضها، يعني ولابد من بيان وقت افتراضها وعدد ركعاتها وبيانها وركعاتها وحكمة افتراضها وسببها وشرطها وحكمها وركنها وصفتها. قال: فهي في اللغة عبارة عن الدعاء. الصلاة لغة الدعاء، يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني وادعوا لهم. وصل عليهم وادعوا لهم، فالصلاة هي الدعاء. قال: وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة. طبعا مما استقر في أذهانكم أن المعنى الشرعي للكلمة، المعنى الشرعي للكلمة، أو لابد أن يكون للمعنى الشرعي للكلمة أن يكون له علاقة أو صلة بالمعنى اللغوي، وإلا لا يصح. كيف نطلق المعنى الشرعي على هذه الكلمة؟ كيف نقلناها؟ حتى قال بعض العلماء: المعنى الشرعي للكلمة هو المعنى اللغوي بزيادة، المعنى اللغوي ولكن مع زيادة. فلماذا سميت الصلاة هذه الأفعال المخصوصة، لماذا سميت صلاة؟ قال: لاشتمالها على الدعاء الذي هو معنى الصلاة لغة. فلما وجد بالصلاة، لما وجد بهذه الأفعال المخصوصة، وجد الدعاء الذي هو معنى الصلاة لغة، سميت صلاة. قال: وفرضت ليلة المعراج. وفرضت ليلة المعراج، وعدد أوقاتها 5 للحديث والإجماع. قال: وفرضت ليلة المعراج. حصل خلاف بين العلماء، هل ليلة المعراج هي نفسها ليلة الإسراء؟ فجمهور المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين جمهورهم على أن ليلة المعراج هي نفسها ليلة الإسراء. ليلة المعراج هي نفسها ليلة الإسراء. كذلك حصل الخلاف، هل ليلة المعراج، يعني هذه من المعلومات التي ينبغي أن تطرق أسماعنا، لأن ربما نسأل عنها، هل ليلة المعراج حصلت بعد البعثة أم قبل البعثة؟ هل حصلت بعد البعثة أم قبل البعثة؟ كذلك كما هو مستقر في الأذهان وهو المعتمد الصحيح أن المعراج كان بعد البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة. حتى يقول الشيخ الطحطابي رحمه الله أن ابن حزم، أن ابن
حزم قال إن عقد الإجماع على ذلك، إن عقد الإجماع على ذلك. كذلك حصل الخلاف هل ليلة المعراج والإسراء كانت في 27 من رجب أم في ربيع أم في غيرها من أشهر السنة، حصل فيها خلاف. ولكن الذي جزم به كثير من الأئمة المعتمدين كالنووي رحمه الله تعالى أنها حصلت ليلة 27، يعني بعض المخالفين في هذا الزمان الذين يعترضون كثيرا على الناس لا نريد أن نسميهم، عندما يحتفل المسلمون أو أهل السنة والجماعة بليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، يقولون هذه بدعة، لأن ليلة الأصل ليلة المعراج غير ثابت أنها في 27 من رجب. نقول لهم نعم نحن معكم، هي غير ثابتة، ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلماء على أنها ليلة 27 من رجب. ونحن عندما نحتفل يعني بهذه الليلة كما قال العلماء، علماؤنا قال يستدل على فضيلة ليلة المعراج بأن الله فرض الصلاة فيها، ولولا أن هذه الليلة لها منزلة ومكانة عند الله عز وجل لما فرض فيها عماد الدين التي هي الصلاة. شهر رمضان شهر كسائر الأشهر، ولكن لما نزل فيه القرآن صار من أعظم الأشهر، لما فرض فيه الصيام صار من أعظم الأشهر. لذلك وإن خرجنا من الموضوع قليلا، اليوم الذي ولد فيه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أعظم الأيام على الإطلاق، بل قال العلماء حتى أظن الشيخ القاضي عياض في الشفاء قال أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وكأنه يريد بهذا الكلام أن المخالف ليس من أهل السنة والجماعة. قال أجمع العلماء، انظر كيف حص الحدث، أحيانا الحدث أو الذي حل في المكان حصل في الحدث الذي حصل في الزمان أو الذات التي تقع في المكان تغير الحكم. فقال مثلا بحق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أجمع أهل السنة والجماعة على أن البقعة التي حوت جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم بقعة على الإطلاق، حتى إنها أعظم من العرش، أعظم من العرش. لما أكد الشيخ فقال هي أعظم من العرش؟ ليرد على أولئك المجسمة الذين يعتقدون بأن الله يجلس على العرش وبالتالي ينبغي أن يكون العرش أعظم، ولكن نحن لا نقول بذلك. فما لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من العرش وأعظم من كل شيء. فانظر هذا المكان الذي بالأصل هي أرض بقعة يعني عادية، ليس لها أي اعتبار، هذه الأرض بقعة كسائر البقع، ولكن لما حوت جسد النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام تغير الحكم. وكذلك الزمان بمجرد ما يحدث فيه فعل يتغير حكم هذا الزمان. لذلك تقول هذه ساعة شريفة، ليه؟ لأنه حصل فيها طاعة أو فعل شريف. هذه ساعة مظلمة، ليه؟ لأنه حصل فيها معصية، إلى غير ذلك. الله. قال وعدد أوقاتها 5 للحديث والإجماع، انعقد الإجماع على ذلك. والوتر واجب ليس منها الصلوات 5. لما قال ليس منها يعني لا يكفر منكر الوتر، وكما تعلمون اختلف في الوتر، صاحبان قال هو سنة مؤكدة، وأبو حنيفة رحمه الله قال هو واجب.
قال وفرضت يعني الصلاة في الأصل ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة في الأصل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرض في الأصل ثلاث ركعات. قال فأقرت الصلاة في السفر يعني بقيت في السفر ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر وزيدت في الحضر إلا في الفجر فبقيت كذلك ركعتين في الحضر كما هي في السفر. وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، هكذا كان الصلاة، يعني كان الظهر ركعتين وكان العصر ركعتين وكان العشاء ركعتين في الحضر والسفر. قال فأقرت صلاة السفر، ومن هنا قال علماؤنا القصر في الصلاة واجب، القصر في الصلاة واجب، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والحديث كما قلت في الصحيحين. قال وحكمة افتراضها شكر المنعم، شكر المنعم، طبعا يضاف إلى شكر المنعم أن الصلاة كذلك، يعني أنت عندما تصلي تشكر ربك عز وجل من خلال هذه الصلاة على ما أنعم عليك من نعم دنيوية وأخروية، كذلك من حكمة الصلاة أنها تكفر الذنوب، تكفر الذنوب والآثام والخطايا. وكذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث تحفظونه، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم ثلاثة أو خمس مرات هل يبقى من درنه، هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، يكفر الله بهن الخطايا. قال وسببها الأصلي. لذلك أحبابنا هذا من عدل الله تبارك وتعالى، يوم القيامة يأتي الإنسان، يأتي الإنسان يجد أن هناك ذنوبا وآثاما فعلها ولم يحاسب عليها، أين ذهبت؟ كفرتها الصلاة. كل طاعة مشروعة، كل طاعة مشروعة سواء كانت فرضا أو واجبة أو سنة مشروعة تكفر ذنبا من الذنوب لا يكفرها غيرها، يعني الصلاة تكفر نوعا من المعاصي، السنة القبلية تكفر نوعا من المعاصي، السنة البعدية تكفر نوعا من المعاصي، الاستغفار بعد الصلاة يكفر نوعا من المعاصي. لذلك قال علماؤنا الذي يواظب على المأمورات مع الآداب والسنن والواجبات يأتي يوم القيامة بلا ذنب، إلا الكبائر، طبعا الكبائر لا تغفر إلا بأمرين، بتوبة نصوح أو أن يعفو الله جل وعلا، وهذا أمره، الأمر له. فالذي يواظب على السنن والفرائض والآداب والواجبات تكفر ذنوبه، والأحاديث واضحة وكثيرة في الدلالة على ذلك. إذن قال وحكمة افتراضها شكر المنعم. قال وسببها الأصلي. أحبابي الصلاة كما قال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير موضوع. ماذا يعني خير موضوع؟ يعني خير مشروع، أفضل عبادة شرعها الله هي الصلاة، خير موضوع، خير مشروع، فأكثر منها أو أقلل، أكثر منها أو أقلل. والصلاة من ميزات الصلاة ومن خواص الصلاة أن ثمرتها تعود على اثنين، على المصلي وذريته. الصلاة تعود ثمارها على من؟ على المصلي وعلى ذريته. أظن سعيد بن المسيب أو غيره من التابعين
كان يخاطب أولاده ويقول: والله إني لأكثر من الصلاة وإني لأزيد من الصلاة من أجلكم كي يحفظكم الله تعالى بعد مماتي. فالصلاة من أسرارها أن ثوابها وأجرها وفائدتها وثمارها تعود على المصلي وعلى ذريته. لذلك أنا أتعجب صراحة من طلاب العلم عندما يقصرون في الصلاة بالنوافل، عندما يقصرون بالنوافل. طالب علم ولا يصلي السنة القبلية والبعدية والضحى والأوابين والوتر وغير ذلك، هذه مشكلة. قال: وسببها الأصلي، أي سبب وجوب سببها الأصلي، يعني تقدير الكلام، وسبب وجوب أدائها، سبب وجوب أداء الصلاة خطاب الله تعالى الأزلي. خطاب الله يعني طلب الله ذلك منا، طلب الله منا ذلك أزلا، طلب ذلك منا أزلا. وقوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، هو إن صح التعبير ترجمة لذلك الخطاب الأزلي، أو بيان لذلك الخطاب الأجلي الأزلي، الخطاب الأزلي. قال: والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا، الأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا. الله، الباري تبارك وتعالى أمرنا أن نقيم الصلاة، يعني أوجب علينا إقامة الصلاة، أوجب علينا إقامة الصلاة. نعم. قال: والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا. ما قال وسببها الأصلي خطاب الله، وخطاب الله لنا غيب أم معلوم؟ غيب. خطاب الله لنا غيب، فنحن لا نطلع عليه. فالباري تبارك وتعالى جعل لنا أسبابا، يعني سبب الوجوب الأداء الحقيقي هو خطاب الله، سبب وجوب الأداء الحقيقي هو خطاب الله. ولكن لما كان خطاب الله غيبا عنا، والباري تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فماذا جعل رحمة بنا؟ جعل لنا أسبابا مجازية ظاهرة تيسيرا لنا. فكان الوقت هو بمثابة قول ربنا تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة. فلذلك يتجدد الوجوب بتجدد الأوقات، يتجدد الوجوب بتجدد الأوقات، لأن كل وقت معه خطاب، كل وقت معه خطاب. فكانت الأوقات أسبابا كما قال، أسبابا ظاهرية تيسيرا على المكلف. أما السبب الحقيقي للوجوب ما هو؟ خطاب الله تبارك وتعالى. فهمنا العبارة إن شاء الله. قال: وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي. والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا. قال: وشروطها، شروط الصلاة ستعلمها، وحكمها، حكم الصلاة سقوط الواجب، يعني في الدنيا سقوط الواجب في الدنيا، ونيل الثواب يعني في الآخرة. وهنا لابد من التنبيه على أمر ذكره كذلك الشيخ الطحطاوي في حاشيته، وهو أمر يعني جميل. قال: وحكمها سقوط الواجب ونيل الثواب. هل نيل الثواب على الصلاة المفروضة يشترط فيه الإخلاص أم لا يشترط فيه الإخلاص؟ للعلماء في ذلك قولان. ذهب كثير من العلماء إلى أن أداء الفرائض لا رياء فيه،
إلى أن أداء الفرائض لا رياء فيه، يعني الذي يصلي ليقال عنه يصلي الفرائض ليقال عنه بأنه مصلي هذا لا يسمى رياء، الذي يصوم ليقال عنه بأنه صائم صار الفرض رمضان يعني لا يسمى رياء، الذي يزكي لا وليقال عنه مزكي قال هذا لا يسمى رياء الفرائض، الذي حج ليقال عنه بأنه حج الفرض طبعا لا يقال عنه مرائم، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وهذا أمر جميل مريح يعني يريحه الإنسان، والذي ذهب إليه الأكثر أن هذا الفرائض يشترط في قبولها لا في صحتها، في قبولها أما هي صحيحة شرعا ولكن في اشتراط في قبولها الإخلاص الفرائض وكذا، أما السنن فبالإجماع السنن والنوافل بالإجماع يشترط لقبولها الإخلاص، والعاقل العاقل هو الذي لا يجهد نفسه في عمل لا ثمرة له لا يجهد نفسه، فأنت عندما تصلي رياء أجهدت نفسك في عمل لا ثمرة منه، عندما تنفق مالك رياء أنفقت مالا في مكان لا ثمرة منه، فالعاقل هو الذي لا يعمل عملا لا ثمرة ولا فائدة منه. قال وأركانها ستعلمها وصفتها إما فرض أو واجب أو سنة ستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى. قال يشترط لفرضيتها أي لتكليف الشخص بها ثلاثة أشياء: الإسلام. تذكرون أكيد مر معكم في الأصول مسألة خطاب المشركين أو الكفار أو غير المسلمين بفروع الشريعة، هل الكافر أو غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة أم غير مخاطب؟ عندنا أقوال، عندنا قول بأنه غير مخاطب، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشرنبولاني رحمه الله، والذي المعتمد أن غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة. فإن قال قائل ما هي فائدة خطابهم، لأنه من شروط صحة الصلاة الإسلام، من شروط صحة الصلاة الإسلام، فإذا قلنا غير المسلم مخاطب بالصلاة إن صلى لا تقبل غير صحيحة صلاته، فكيف هذا؟ قال فائدة مخاطبة غير المسلمين بالصلاة هي زيادة العذاب عليهم، لأن رفض الإسلام وإنكاره وعدم التدين به وعدم الالتزام به هذا عقوبة خاصة، له عقوبة خاصة، وترك الصلاة له عقوبة، ترك الصيام له عقوبة إلى غير ذلك. فالشيخ قال يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء: الإسلام لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة، قلنا هذا ما ذهب إليه الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى. قال والبلوغ إذ لا خطاب على صغير، وهذا متفق عليه، والعقل لانعدام التكليف بدونه، بدون العقل، ولكن تؤمر بها الأولاد إذا وصلوا في السن لسبع سنين. من الذي يأمرهم؟ الولي، الذي يأمرهم الولي. فلذلك قال العلماء بمجرد ما بلغ الولد سبع سنين صار الأب مكلفا شرعا بأن يأمر ولده بالصلاة، وصار مكلفا بأن يوقظ ولده على صلاة الفجر، وأن يأمره كذلك بالصيام، وأن يأمره بترك المنكرات وبفعل المأمورات، هكذا حتى يصل إلى سن البلوغ، فيعتاد هذا الولد، يعتاد هذا الولد على هذه الطاعات.
حصل معي أمر سبحان الله، الولد في البيت مولانا، الولد في البيت كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الولد في البيت فكره عقله منهجه أنت، أنت من يرغال في الغالب 99% أنت الذي يرسم هذا المنهج لولدك. كنت جالس في البيت أثناء طعام الإفطار، خطر ببالي شيء معين أريد أن أراه على الكمبيوتر على اللابتوب، وولدي في البيت الصغير عبد العزيز دائما يقول لي هو وصلاح الدين: بابا أنت ما تتعب من القراءة؟ من فضل الله علي الحمد لله رب العالمين كلما دخلوا إلى الغرفة اللي عندي وجدوني وراء الطاولة أقرأ أكتب إلى آخره، فيقول لي: بابا عبد بابا أنت يعني ما تلعب؟ تعال نلعب. فأنا أحيانا أترك أذهب ألعب معهم، بس يعني الأمر المعتاد أنا ما عندي وقت فأثناء الطعام وضعت لأرى مشهد معين من أحد المسلسلات الإسلامية، أخبرت عنه فأحببت أن أطلع على أمر معين، فانتهى الطعام وأنا أنظر لهذا المشهد، فنظر إلي ابني وعمره 7 سنوات عبد العزيز، قال لي: بابا هذا مو مضيعة للوقت؟ أليس هذا النظر الآن بعد الطعام ضياع للوقت؟ فنظرت إليه قلت: نعم يا أبي والله هذا هي مضيعة للوقت، أستغفر الله وأتوب إليه. فانظر صار هو حريصا على الوقت من جراء أنه رأى أباه دائما يحاول أن يغتنم وقته. فأنت مأمور، أنت مأمور أن تنشئ ولدك تنشئة إسلامية بالآداب بالأخلاق بالسنن بالفرائض بالواجبات بكل شيء. بعد البلوغ إن تغير مزاجه هذا الأمر ليس لك، أنت توجه بعد ذلك، توجه: يا ابني هذا خطأ، أنا ما ربيتك على هذا المنهج. يعني لم يعد لك من الأمر شيء بعد ذلك، ولكن إن كانت البداية صحيحة لا بد أن تكون النهاية، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. أما إذا كانت البداية خاطئة إن لم يسعف نفسه وأصلح فتكون بالنهاية والعياذ بالله كذلك خاطئة. الذي قادنا لهذا الكلام هو قال: ولكن تؤمر بها الأولاد. يعني أنا أتعجب من كثير من الناس يغفلون عن أبنائهم بالنسبة للصلاة للذكر لقراءة القرآن، أو حتى يغفلون عن زوجاتهم. يعني أنت مأمور أن تأمر زوجتك كذلك، يجلس ويقرأ القرآن ولا يأمر ولده بقراءة القرآن، كيف هذا؟ لا يأمر أولاده، لا يسأل أولاده: ما بقى أنت اليوم كم قرأت من القرآن؟ هل صليت اليوم السنن؟ هل صليت الوتر؟ هل صليت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلت هل فعلت؟ كل يوم كل يوم ينبغي أن تحاسب أولادك في كل، ولكن إياك أن تحاسبهم على شيء لا يرونك تفعله. يعني أنت اقرأ القرآن أولا أمام أولادك، اقرأ القرآن أمام أولادك، بعد ذلك عندما تنتهي: بني هل قرأت القرآن اليوم؟ أما أنت ولدك لا يراك تمسك القرآن وبعد ذلك تسأله. والله يا أحبابنا، يعني أنا أعرف أولاد صغار عمر سنة وربما أقل من سنة يذهب يأخذ القرآن ويجلس هكذا يريد أن يقرأ. ليه؟ لأنه يرى أباه دائما يمسك القرآن، يرى أمه دائما تمسك القرآن، فأنت الذي تنشئ وتربي ولدك. يعني هذا الكلام إن شاء الله فيه فائدة كي لا نغفل أبناءنا في قادم الأيام. الذي عنده أولاد الآن يهتم به حتى ولو كان عمره أيام، حتى لو كان في بطن أمه، حتى لو كان في بطن أمه أسمعه القرآن ليسمع القرآن وهو في بطن أمه. الله.
ولكن تؤمر بها الأولاد إذا وصلوا في السن لسبع سنين، وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة، يعني تضرب عليها هذا إذا امتنعوا من أدائها، إذا امتنعوا، وليس مباشرة أضربهم، يعني لابد من زجر، من 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 تدرج، يعني من تدرج، من تدرج. قال بيد لا بخشبة أي عصا كجريدة، رفقا به وزجرا بحسب طاقته، ولا يزيد على ثلاث ضربات. مرة كنا نقرأ هذا الفقرة هذه، وكان ولدي حاضر الدرس، فقال لي بابا يقول الشيخ بيد لا بخشبة. نظرت له هكذا، فقالت قال بابا يقول الشيخ ثلاث مرات بيد لا بخشبة، نعود للبيت لنرى. بيد لا بخشبة، وهذا والله خطأ. يعني لذلك قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله، قال ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يجوز ضرب الولد بالعصا لغير الصلاة، لا يجوز ضرب الولد بالعصا لغير الصلاة، ولكن يعفو الله عنا، أسأل الله أن يغفر لنا خطأنا وزللنا، اللهم اغفر لنا يا رب. قال أي بيد لا بخشبة أي عصا كجريدة، رفقا بها به وزجرا بحسب طاقته، ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده، يمكث هكذا يضربه 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 حتى تخرج روحه من أنفه، لا يواش يواش على مهلك على رزقك قليلا قليلا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما، يعني يفرق بين الأخ وأخته، بين الولد وأمه في المضجع، بين الولد بين البنت وأبيها في المضجع. وإن كان بعض العلماء قال هل يجوز أن ينام الولد مع أخته إذا بلغوا عشر سنين على فراش واحد وغطاء واحد، إذا كان كل واحد منهما قد ارتدى ثيابا، لأنه كان في الماضي أحبابنا يلبسون الثياب مثل القميص هذا ويكون عراتا تحت هذا القميص، فلو أن الغلام الصبي بعد أن بلغ عشر سنين نام بثيابه، والبنت بعد أن بلغت عشر سنين نامت بثيابها، هل يجوز أن تنام مع أخيها على فراش واحد وغطاء واحد؟ بعض كثير من الفقهاء قالوا هذا يجوز، وبعضهم قال لا يجوز، لا بد من التفريق بينهم في المضجع وفي الغطاء، وفي الغطاء. نعم، هذا خلاف كان في زمان الصلاح غالب عليه، أما في زماننا الفساد غلب عليه، بل ليس على الزمان، الفساد غلب على أهل الزمان، إن الزمان واحد، الزمان واحد، فلما غلب الفساد على أهل هذا الزمان نقول هذا بالاتفاق لا يجوز أن ينام الصبي مع أخته بفراش واحد، كل بفراش، عملا بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي التساهل بهذا الأمر، لا يجوز التساهل بهذا، يقول هذه أخته، أنا أعلم أنها أخته، النبي قال عليه الصلاة والسلام فرق بينهم في المضاجع. مرة من المرات كنت أخطب على المنبر فأتحدث عن موضوع الاختلاط، وكنت أقول للناس على المنبر أنه لا يجوز للمرأة أن يختلي بها أخو زوجها، ولا يجوز أن يصافحها، حتى لا يجوز أن يكلمها كلاما يعني لا حاجة إليه، يتكلم معها الكلام الضروري، المصافحة لا يجوز، أن يختلي بها لا يجوز،
كلاهما في البيت لوحدهما لا يجوز. فبعد أن انتهينا من الخطبة جاء بعض الأشخاص قال لي: يا شيخ، هذا تشدد في الدين، تشدد في الدين. قلت له: لما؟ قال: هذه زوجة أخيه هي كأخته، كيف تحدثه نفسه تجاهها بالسوء؟ قلت له: جميل سؤال. قال: تفضل. قلت له: من أصدق، أنت أم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: قلت له: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت؟ فخرس. الحمو الموت، من هم الحمو؟ أقارب الزوج. قال حديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول الإمام النووي رحمه الله: الحمو الموت، يعني الحمو سبب من أسباب حدوث الموت الذي هو الرجم. هذه زوجة أخي إن زنيت بها رجمت، لأنها محصنة متزوجة، وسببا في موتك إن رآك أخوك قتلك. فالحمو الموت. لا تقل لي: هذه زوجة أخي، أكلمها، أصافحها، أداعبها، أمازحها. هذا كله حرام، هذا كله حرام، وهذا بريد. قال العلماء، قالوا: الزنا، عفوا، النظر بريد الزنا. معروف البريد؟ البريد الرسول يعني. النظر بريد الزنا، وكذلك المداعبة والمزاح مع غير المحارم بريد ورسول الزنا. حتى كنا مرة جالسين مع شيخنا الشيخ هشام البرهاني رحمه الله تعالى، قال: تليين، انظر لورع العلماء أو لدين العلماء، لدين العلماء الربانيين، قال: تليين الكلام للمرأة غير المحرم مقدمة من مقدمات الزنا. تليين الكلام، يعني مثلا أنت تبيع وتشتري، جاءتك امرأة فقلت لها أنت: يا عيني هذه، يا عيني هذه ثمنها كذا. لا يجوز أن تقول لها: يا عيني، هذه كلمة لمحارمك، لزوجتك، لأمك، لأختك، لخالتك، لعمتك، ليس للأجنبية. وهذا مما يغفل عنه الكثيرون، مما يغفل عنه. أنا لا أطلب منك أن تكون فظا غليظا، لا، تكلم الكلام المطلوب فقط، تكلم الكلام المطلوب، ما عدا ذلك لا يجوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك بين الأختين، بين مولانا، كما يوجد يعني معصية بين الرجل والمرأة، توجد معصية بين الذكرين، ومعصية بين البنتين. التفريق مطلقا بين الأخت وأختها، ولكن هو بين الأخت وأختها، لو جمعهما فراش واحد وحبذ ألا يجمع، فالخطب أسهل، الخطب أسهل. أما بين الأخت وأخيه، الأخ وأخته، الأخت وأخيها، لا يصح. قال: وأسبابها أوقاتها. كيف هذا؟ أنا أسبابها أوقاتها. طيب، أنا كنت قد نزلت الأبحاث كاملة، لكنني لا أراها موجودة هنا. قال: سأضطر لاستعارة كتاب من بعض أحدكم. طيب، معلش، أين ذهبوا؟ قدر الله ما شاء فعل.
قال أسبابها أوقاتها. وتكلمنا عن الأسباب أن هذه الأوقات أسباب ما هي سميناها أسباب مجازية، أسباب ظاهرية جعلها الله لنا تيسيرا، وإلا السبب الحقيقي ما هو؟ خطاب الله للعباد المكلفين. قال وتجب أن يفترض فعلها بأول الوقت وجوبا موسعا، يجب فعلها بأول الوقت وجوبا موسعا، فلا حرج حتى يضيق يعني حتى يضيق الوقت، فلا حرج حتى يضيق الوقت عن الأداء، فيتوجه الخطاب حتما. لما قال فلا حرج بمعنى أنه لا تقع هذه الصلاة قضاء، لا تقع هذه الصلاة قضاء، ويأثم بالتأخير عنها، يأثم بالتأخير يعني يكره تحريما أنت أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. وفي ذلك يقول الباري تبارك وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن يعني يؤخر الظهر إلى قبيل العصر، العصر إلى قبيل المغرب، وهكذا. قال والأوقات للصلوات المفروضة خمسة، أولها وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح. الصبح، هل الصبح هو أثر من آثار طلوع الشمس، أم هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى ابتداء بدون سبب؟ نحن نلاحظ أن هناك أن الباري تبارك وتعالى من سنته أن يخلق الأشياء مترتبا بعضها على بعض، تشرب فترتوي، تأكل فتشبع، فالشبع سببه الأكل، والري سببه الشرب. فهل طلوع الفجر أو الصبح مسبب عن طلوع الشمس؟ الذي ذهب إليه كثير من العلماء إلى أن الصبح خلق من خلق الله تبارك وتعالى ابتداء لا علاقة للشمس به، وهذا أعظم وأجل، لنرى بأن الله تبارك وتعالى يخلق الأشياء بدون أسباب، يخلق الأشياء بدون أسباب. الباري تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شرب الماء كي يرتوي، فيخلق الله في الرية وإن لم أشرب الماء، يخلق في الشبع وإن لم أتناول الطعام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالفجر والصبح هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى ابتداء لا علاقة لطلوع الشمس بطلوع الفجر أو انبثاق الصبح أو انفجار الصبح. قال أول وقت وأولها وقت صلاة الصبح. الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، لصلاة، لقراءة قرآن، لعمل إلى غير ذلك. قال من ابتداء طلوع الفجر، من ابتداء طلوع الفجر. وهنا لابد أن نشير إلى أمر، هل الصلاة ويتبعها الصيام مرتبط بأول لمعة من لمعات الفجر، يعني من أول طلوع الفجر؟ الآن توجه علي خطاب الصلاة، والآن يجب علي الإمساك عن الطعام والشراب في الصوم مع أول طلوع للفجر. عندنا قولان في المذهب، وهذا من الضروري أن نعلمه، عندنا قولان في المذهب. القول الأول، القول الأول أن الصلاة، أن الصلاة يدخل وقتها مع أول لمعة من لمعات الفجر، يعني مع أول بزوغ للفجر يدخل وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة. وكذلك الصيام مع أول بزوغ الفجر، مع أول بزوغ للفجر يجب عليك الإمساك عن الطعام والشراب. القول الثاني، والقولان معتمدان، والقولان معتمدان، بل ظاهر كلام الفقهاء أن القول الثاني الذي سأذكره هو المعتمد. لما هو المعتمد الظاهر؟ قال لأنه لما ذكروا القول الثاني قالوا
الثاني أوسع والأول أحوط. الثاني أوسع يعني إن فعلته فعبادتك صحيحة، ولكن الأحوط من باب خروج الخلاف أن تفعل الأول. فظاهر هذه العبارة أن القول الثاني الذي سأذكره هو الصحيح، هو المرجح. ما هو القول الثاني؟ أن صلاة الفجر لا يدخل وقتها إلا مع انتشار الفجر، وأن الامتناع عن الطعام والشراب في الصيام لا يكون مع أول بزوغ للفجر، بل مع انتشار الفجر، مع انتشار الفجر. وهذا مروي عن كثير، عن بعض، وأقول كثير، عن بعض التابعين وبعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. والفرق بين البزوغ والانتشار يقدر تقريبا من 5 لـ10 دقائق. لذلك كنا صغار نحن، أنا أذكر في الشام كنا نسمع، كانوا يقولون تبقى تأكل وتشرب حتى ينزل المؤذن من فوق المئذنة، حتى ينزل. وهذا مذهب الأحناف في هذه المسألة. ومعلوم أن الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت في العالم الإسلامي كله منهجها حنفي المذهب، إيه نعم. ولكن عند الشافعية، عند الشافعية مع يلزمك الامتناع عن الطعام والشراب مع أول بزوغ. لذلك الأحوط كما قال الفقهاء، الأحوط هو الامتناع عن الطعام والشراب بمجرد بزوغ الفجر. ولكن إنسان استيقظ بعد أن وسمع المؤذن يقول حي على الصلاة وهو عطشان، في اليوم الثاني صيام، وشهر آب اللهاب، حر شديد، ماذا يفعل؟ اشرب الماء، اشرب كأسا وكأسين وثلاثة، لا مانع من ذلك. يحتاج إلى حبة دواء، أذن الفجر، اشرب حبة مباشرة دواء، ولكن معك 2 دقيقة 3 4 5 ليس أكثر. لا تنتظر طلوع الشمس وتقول الآن طلع الفجر، ما يصح هذا. قال أولها وقت صلاة الصبح. طيب، وهو من ابتداء طلوع الفجر، قال إمامة جبريل حين طلع الفجر الصادق، وهو أي الفجر الصادق الذي يطلع عرضا منتشرا، عرضا يعني على فرض نقول الآن هذا الشرق وهذا الغرب، فيطلع الفجر الصادق عرضا. كيف يعني عرضا؟ يعني من الشمال أو من الشمال إلى الجنوب تجد الضوء هكذا يخرج، الضياء النور وإن يكون خافتا في أوله ممتدا من الشمال إلى الجنوب ويخرج على استحياء، وكلما ارتفع ازداد نورا وضياء إلى أن ينسحب الفجر كله من المشرق إلى المغرب. الآن تبدأ الشمس بالطلوع، الآن تبدأ الشمس بالطلوع، هذا الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب كما تعلمون يخرج من منتصف هذا الشمال، هذا الجنوب. الفجر الكاذب يخرج بالمنتصف فقط هكذا، ضياء نور، يخرج عن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة، ويخرج ضياء هكذا. فما إن يصل إلى منتصف السماء يخرج بعده كذلك ظلمة، لذلك سمي كاذبا. هذا فجر كاذب، لما خرج الفجر تظنه طلع الفجر، فلما يخرج بعده الظلمة تعلم أنه هذا الفجر غير صحيح، يعني هو كاذب. قال من ابتداء طلوع الفجر لإمامة جبريل حين طلع الفجر الصادق وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب. وقد أجمعت الأمة على أن أوله أول الفجر الصبح الصادق وآخره إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ما لم يطلع قرن، ما هو القرن؟ قرن الشمس هذا الأصل في القرن،
هذا الأصل في القلب. ولكن هنا هذا السؤال سئل من أكثر من 1000 سنة حتى أكثر، هل للشمس قرن على الحقيقة أم ليس لها قرن؟ ذهب بعض الفقهاء الشافعية، وأظن هو اسمه الشيخ الداودي ولكن ما يحضرني الآن، قرأت هذا في فتح الباري لابن حجر، قال: وقال الداودي إن الشمس لها قرن على الحقيقة، لها قرن على الحقيقة. على كل، المراد بقرن الشمس هنا تلك الدائرة، بمجرد ما خرجت الأسطوانة أو شعاع الشمس، شعاع الشمس الآن طلع انتهى وقت الفجر. قال: وثانيها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء. أحاول أحبابنا أن أشرح العبارات كلمة كلمة، لكن إن شاء الله عندما ننتهي من هذا الكتاب ونقرأ غيره سيكون الشرح أقل بكثير من هذا، أن هذه العبارات تكون صارت واضحة بالنسبة لكم. نقرأ ونمشي عندما نقرأ إن شاء الله كتابا آخر. فلذلك يعني أبقوا هذا الكلام إن شاء الله في أذهانكم وراجعوه. قال: وثانيها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس. طيب نقف هنا أحبابنا، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. نعم.